السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في عدد جديد من برنامج كاتجي. واليوم موضوعنا عن صناعة المحتوى والشباب مع ضيفتي التي اتتني من ولاية ورقلة. اهلا بك ماريا سعدي. مرحبا بك. شكرا جزيلا اولا على قبول هذه الدعوة وعلى حضورك يعني من ولاية بعيدة. العفو صافي، ان غران بليزير كي نجوز معك. ميرسي بوكو. اولا باش نحطوا المشاهد في الصورة، عرفينا اكثر عن من تكون ماريا. ماريا زينب إيناس سعدي، عمري 19 سنة، نقرا ثانية ليسونس إعلام آلي. عندي هواية أني نتعلم لغات، ورياضتي كرة القدم، نلعب كرة القدم على فكرة. الله يبارك ما شاء الله، معلومة ما كنتش نعرفها من قبل أني نلعب كرة القدم. وصانعة محتوى على الانستغرام وتيك توك وقريبا يوتيوب إن شاء الله. إن شاء الله. كيفاش جات فكرة صناعة المحتوى؟ انا عندي الانستغرام من 2017 كنت ندير لي فيديو تاع ضحك تمسخير صباح تاع ثانويه. ومن بعد غبت فتره تاع الباك عام ونص، قعدت ما الانستغرام تاعي شتو بدا يهبط وانا ما درت والو، خليتها هكا كنخمم محتوى ما لقيتش. وفي هذيك الفتره كنت نتعلم لغات، كنت نتعلم في التركيه، كي شفت روحي افونسيت فيها قلت نبدل، مليت رحت الروسيه. الروسية المميزة بالحروف تاعها، الحروف تاعها جايين بزاف بيزار، مشي كامل كيما اللاتينية. بديت أول فيديو بالروسية، يعني هذا الفيديو اللي ديت سرقته من الاخر. شفت واحدة دير أونجلي قلت أنا ندير روسية، قلت لهم أسكو على بالكم باللي الأش تاعنا في الروس ينطقوه أن. هذاك لا فيديو كي حطيتها جاب التفاعل بزاف، او ناس وصلت لنا الفكره داو درتها غير تمسخير باسكو نعرفها يعني حاجه عاديه. ابري بديت نخمم قلت اسكو نكمل اسكو لا. لقيت ثاني واحد في تيك توك يدير فيديوهات بين الدول بصح بالانجلي، قلت انا هذا الحوار اللي راهو يديره بالانجلي انا نديره باللهجه تاعي. درت تعليم اللغات ودرت محتوى يكون او فيديوهات تكون بين الدول، مروك تاير فرنسا بصح باللهجه تاعي، ونوصل فكره في نفس الوقت، يا تكون حرف يا يكون كلمه باللغه اللي انا نعرفها. هذيك هي جابت تفاعل ثاني، وليت ومن بعد درت مع ماما، وبعد وليت ندير هكا، وليت خطره تجيني فكره الروسيه، من الروسيه رحت نتعلم الالمان. فلامون كاين بزاف كلمات بيزار، دونك كلمه واحده نقدر ندير بها فيديو، وهذيك هي وليت ندير. يعني من صناعه المحتوى الكوميدي الى صناعه المحتوى الهادف. علاش اخترتي تطبيق انستغرام بالتحديد؟ تطبيق انستغرام لانه سهل، يعني نعرفه من بكري، وانا نخاف حاجه والفتها ما نحبش نخرج منها، قالوا لي ديري فيسبوك ما لا انستغرام سهل. شنو الحاجه اللي تميز تطبيق انستغرام؟ انستغرام سهل خاصه اللي والفوه عندهم 3 سنين وفيه سيبق وفيه ناس، يعني فيه فئه تقدر تلحق لها، يعني تقدري تلحقي الرساله تاعك في وقت قصير. في وقت قصير ايه وسهل. وكما قلتي باللي انتقلتي من انستغرام تطبيق تيك توك انه الناس طلبوا مني في تفاعل اكثر. وشنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم تيك توك تلقاي بزاف محتويات، كما نقول كي نقولوا احنا تيك توك دائما الناس تجي في بالهم باللي محتوى شويه منحط، فدي اما الانستغرام فيه بزاف محتويات، قليل وين تلقاي محتوى هادف ومليح في تيك توك، هذا هو الشيء اللي يميز تيك توك، يجيب تفاعل اكثر من الانستغرام. فيديو واحد تقدر يعني تقدري توصلي وين راكي حابه، تقدري بلا ما تعيي انستغرام للرساله. وبما ان حكينا على الرساله، وشنو هي الرساله تاعك اللي تقدميها من خلال هذا المحتوى؟ لانه نعرف اي صانع محتوى عنده رساله يقدمها للمتابعين تاعو. رساله كان رسالتين ولا ثلاثه. الرسالة الأولى عندها علاقة بالقراية، إنه اللغات كاين بزاف ناس عندها مشكل في اللغات خاصة الانجلي الروسية، يخافوا يرهبوا من اللغات خاصة كي يشوفوا تاني الحروف تاع اللغة الروسية، يقولك أو مستحيل نقرأ. أنا نسي نبسطها لهم، هذه الهدف تاعي نبسط اللغات ونسي نقربهم، كيما الألمانية تشبه الفرنسي، ندير هذاك وجه التشابه باش كي يروحوا الناس يقراو الألمانية هما مرتاحين يقولوا باللي خلاص سيبون هذه كيما الفرنسي سهله. رساله زوجة عندها علاقه بالحجاب، كان بالك ندير لي ستوري
بزاف ناس ولا بزاف بنات دايرين حجاب شغل يحشموا يقولوا اي كيفاش انا مبان ناس داي عليا نظره حجاب هلا يعني بصفة عامة يشوفوا عائق يشوفوا اي الحجاب يشوفوا عائق انه ما تقدريش تقراي خاصة لي لونغ ما تقدريش تقراي لي لونغ ما تقدريش علاش بالتحديد لي لونغ لي لونغ عندها علاقة بالدول عندها علاقة بالدول ثقافات الدول ثقافات الدول فوالا دايرين باللي الحجاب يغمك على الثقافات الاخرى والثقافات الاخرى واللغات الاخرى عندها علاقة بالدين انا كنت اتعلم العبريه مثلا تاع اسرائيل ماشي معناتها انا راني فوالا فهمتيني اللغات ما عندهم حتى علاقه ني بالدين بلاكس من من عارف وراس الله صلى الله عليه وسلم وصانا انه من تعلم لغه قوم قوم امن شرهم فوالا ايه هذا ما كان ونشوف انه من الاشياء المميزه في المحتوى اللي تقدميه ولا في الطريقه اللي تقدمي بها المحتوى تاعك وجود الوالده معك في الفيديوهات ماما نوجهلها تحيه وربي يشفي بابا ان شاء الله ان شاء الله يا رب ماما كيفاش بديت معها انا لونغلي كلش ماشي ما نحبهاش بصح ما عنديش الاخر ما عنديش عندكش ميول ليها عنديش ميول ليها وندير لي ستوري كيفاش ندير لي ستوري دي فوا تدخل ماما تدخل بلونغلي يا معروفه باللي تهضر انغلي ولاو ناس يطلبوها مني ناس ديرينا لي ستوري مع ماما كديرينا لي ستوري مع ماماك وليت ندير لي ستوري مع ماما اون انغلي ماشي لي فيديو وفي نفس الوقت شت واحد زوج اولاد صحاب واحد فرنسي واحد امريكي يديروا تحدي كلمه انغلي كلمه فرنسي جيت في بالي قلت ندير مع ماما انا ثاني روسيه انجليزيه يعني يتعلموا لونغلي باسكو ما يحبوا ماما وفي نفس الوقت يتعلموا الروسيه ولا هذيك هي رحت لاخوتها يا امي حابه ندير معاك فيديو عام لك الكلمات اللي راح تهضريهم وانا عام الكلمات اللي راح نهضرهم دارت معايا هذيك لا فيديو كيفاش كانت القلب. ردت فعلها قبل من فوق القلب فوق القلب يعني ما كانت قابله مع البدايه ايه كيفاش يعني واش راكي ديري ما على بلاش الهدف تاعي انا راني على باسكو عندها حاجه عاديه يا. درت له اول فيديو معها كلمه 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 جاب تفاعل بزاف يعني ديرينا الفيديو مع ماما نساوني انا خلاص ناس باي باي نظن انه حبوها اكثر لانه عندها اسلوب قصف اسلوب قصف في الفيديو دي فوا عن الكوتي تاع القصف تاع الوالده على طبيعتها انا في الحياه اليوميه ماما تقصفني كصباح الخير ولا سلام تقصفني نورمال ودي فوا تنسى روحها باللي راهي في ماما ما تقدرش تتصنع هي حتى في لونغلي تاعها ما في الدار تهضر هكاك تهضر هالو فهمتيني هذيك هي سمع وانا حطيت القصف الاول عجبهم ولات ماما قلت لها ماما شوفي كي تجي دير معايا فيديو ولا ستوري بقاي كيما راكي حبيتي تقصفيني قصفيني ما تديهاش كوني بكل عفويه كوني بكل عفويه لانه اصلا المتابعين لما يشوفوا انسان عفوي بطبيعته راهم رايحين يتعلقوا به ودائما يتبعوا المحتوى اللي يقدمه ونظن انه الوالده تاعك عندها مشكل مع اللغات الاخرى خاصه اللغه التركيه خاصه اللغه التركيه والالمانيه من قبل عندها هذيك تشوفني تميل اكثر للغه الانجليزيه اللغه الانجليزيه والاسبانيه اللغه التركيه تجيها شغل بيزار قولي كيفاش راكي تعلمي فيها ماما خليني اشكم خليني نتعلم وما تحبش ثاني الالمانيه باسكو فيها تعقيدات وهذوك التعقيدات بالضبط انا حابه نحلهم باسكو ماما بروحها كي تشوف الكلمه الطويله هذيك تاع الالمانيه ولا تشوف النطق تاعها نو نقراش ما نقراش انا هذيك حبيت نبسطها جميل نظن انه في المتابعين تاعك السؤال اللي يتكرر بزاف هل ماريا تتقن جميع اللغات اللي تستعملهم في فيديوهاتها سؤال صعب جدا جدا لا ما نتقنهمش كامل اكيد ما نتقنهمش كامل عندي في كل لغه مستوى معين نبداو من العربيه عربيه شويه عربيه انجليزيه فرنسيه يعني لغه الام شويه شويه لغه الام شويه شويه ما فهمتش عندي مشكل مني كنت صغيره ما نسين قراها بصح صعيبه اللغه العربيه صعيبه اصعب اللغات اصعب اللغات فوالا انغلي فرنسي تركي هادو سي بون هادو ما نعرفهم من قبل المحتوى ومن بعد كي وليت ندير المحتوى ولا يطلبوا مني لغات جديده وانا ما نعرفهمش هادوك اللغات ماشي ما نعرفهمش حتى ليهم نظره بصح ماشي دراسه فدخلت الاكاديميه بي اي بي وليت
نقراهم، وفي إطار أني نقرأ اللغة المعينة إلا لقيت كلمة ولا حرف بيزار ولا ندير عليه لا فيديو. وكما قلت لك ندير فيديو مع ماما مثلا الإسبانية، طلبوا مني الإسبانية، نروح نشوف يا الكلمات صعبة في الإسبانية ونديرو مع ماما إسباني أونجلي، ولا نشوف الكلمات المتقاربة الأونجلي ولا الفرنسي ونديرهم مع ماما. وفي إطار أنا راني نقرأ فيها، ما منتقنهاش، راني نقرأ في لانونج باش الناس كي تشوف الكلمات الصعبة أنا نطقتهم مليح وبضحكة وكاع راح يقولوا هذه سهلة ويدخلوا وتوصلي انت للرساله تاعك وتوصلي للهدف تاعك. وفي نفس الوقت راني نتعلم، باسكو انا منين دخلت المحتوى منين دخلت الانستغرام وليت ندير المحتوى تعلمت بزاف كلمات مختلف اللغات، وجاتني الشجاعه اني نقرا وننطق مختلف اللغات. صناع المحتوى عامه يعانيو من سلبيات وجيهم ايضا ايجابيات، بحس برايك انت شنو هي الايجابيات والسلبيات اللي يتعرض لها كل صانع محتوى مهما كان محتوى؟ باش نبدا لك كما تحبي. نبداو بالسلبيات لانهم شويه، اولا السلبيات لانهم شويه بالنسبه لمحتواك، بالنسبه للمحتوى صح. السلبيات بصفه عامه لصناعه المحتوى كاين الانتقاد، وكاين الانتقاد البناء، كاين الهدام. هاد كوتي ما عنديش مشكل مع، باسكو جامي الحمد لله يا ربي ما جانيش انتقاد في لي كومونتير ولا في لي ميساج، جوست يجوني علماء اللغات هذه ما تستنطقش هكا، هذه ما تكتبش هكا، عندهم الحق. هذا هو ماشي سلبي، بالعكس راني نتعلم. من ساعات ناس يحسوك باللي لازم تنطقيها كيما اللغه الام، هي تعتبر نصيحه لكن نصيحة. الاسلوب اللي تقدم بها بالك يغير يغير شكل النصيحه ويردح انتقاد ولا استصغار. استصغار فوالا، قليل يجيني استصغار، بصح كاين بزاف ناس يجيبوها لي بضحكه يقولوا لي بلي ايناس ما تستنطقش هكا اند اي لاف يو. هادي نتعلم منهم، نتعلم بزاف خاصه في الروسيه. هادي نعتبروا شويه سلبي لانهم نحسهم يستصغرون، نحسهم يحسوني بلازم نكون كامله مكمله، يعني الكلمه خاصه لغات قليل اللي تلقاه زعما عربي ينطق لالمون مسقم كيما قليل ايه، هما يطلبوا منك يعني هذه الحاجه. يعني المشكل هنا راهو في الاسلوب اللي حكاو به، ماشي في المشكل في الاسلوب. ايه لانه انا اصلا في المانيا مثلا نسقسي البروف تاعي تاع المانيا نور بي اي بي اكاديمي، ونسقسي صاحبتي تكون في الالمان، ونزيد نحوس في جوجل نسمع بيان كل واحد كيفاش ينطقها، خاطش كاين المانيا الشماليه المانيا الجنوبيه، نسي كيفاش اغلبيه نديرها. اما الايجابيات كاين بزاف ايجابيات، تشوف الناس هكا تحبك، تبعت لك في الدعم، تبعت لك الكلمه الطيبه، تدعي لك الى غبتي يحوسوا عليك، انا جامي كان يحوسوا عليا مي يبعثوا لك هدايا، يقولوا لك تشجيعات اللي تخليك تدير بزاف صوالح كيما اللغات. انا كنت عندي غير روسيه، بداو يقولوا لي ايناس تعلمي اللغه الفلانيه، وليت نتعلم اللغه الفلانيه. ايناس فرص تاع السفر يقترحوا عليا مثلا جامعات تقبل الطلاب، يقولوا لي ايناس كاينه الجامعه الفلانيه روحي تقرا فيها، وانا ندير بحوثاتي طبعا، يسهلوا لك بزاف صوالح إيجابية. يعني عندك الجانب الإيجابي أكثر الحمد أكيد. لله الحمد لله، خاصة كي يشجعوك على الحجاب، ما كاش اللي ينتقدني على الحجاب نهائيا، لأنه نشوفه صح كان يصنع محتوى بالحجاب إلى آخره، لكن يتعرضوا للانتقادات. وش رأيك زعما علاش يتعرضوا للانتقادات؟ هل بسبب المحتوى اللي يقدموه ولا بسبب مجهول؟ اللي سبب مجهول أكثر، بسبب مجهول أكثر، لأنه تهضر فيك تهضر فيك، وتهضر عليك تهضر عليك مهما كنت. كاين يقول لك راكي تتصنعي الطيبة مثلا، هذه جامي جاتني وقيل، راكي تتصنعي الطيبة في الانستغرام، وكاين اللي حوسك تكون كامل مكمل، يشوفك دايرة حجاب تغلطي غلطة برك سي بون، يحس يدخلوا الحجاب، يدخلوا الصلاة، يدخلوا التربية، يدخلوهم كاع، هادشي غلطة واحدة. هي على كل حال يعني كل صناع المحتوى يتعرضوا للانتقادات ويتعرضوا لهذه الرسائل اللي كما قلت انت التصنع، يقول يتهموهم بالتصنع. وبصفه عامه انه جميع انسان صانع محتوى ولا جميع انسان نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي ما راهوش هذاك هو، ماهوش هذاك هو 100%، ماهوش هذاك هو 100%. اي اكيد الانسان عنده اخطاء، عنده شويه جنون، ولكن ما يقدرش يبينوا، باسكو ما كاش فئه وحده راهي تتبعك، ما كاش عبد واحد راهي تتبعك، راهم بزاف يتبعوك، كابابل يدعوا عليك نظره من
وانا من هذا المنبر نحبك تقدمي نصيحه لصناع المحتوى، ولانه علاش نشوفوا بلي صانع المحتوى راهو هاد الفتره ينادوه بمؤثر، مؤثر ويأثر على بزاف عقول، وخاصه احنا كشباب نأثروا على اللي صغار علينا اكثر واللي عقولهم تميل باي طريقه يعني. وشنو هي النصيحه اللي تقدميها لصناع المحتوى؟ صناع المحتوى يعني من حيث التاثير، هي صعيبه باش تهضر على انسان انه مؤثر، انه مسؤوليه كبيره. باك تدير غلطه مثلا، عندك 1 مليون متابع مثلا، ولا عندك 100 ألف، عندك 1000 برك، عندك 1000 متابع، من هذوك ال1000 عندك 20 مراهق ولا 20 طفل صغير ولا طفله صغيره تشوفك درتي حاجه ما يلزمش، هي ما عندهاش شكون تسقسي، شافت هذيك سي بون تبعها. هذه مسؤوليه كبيره، مسؤوليه. وكان واحد برك قلدك ولا عندك ولا دار عليك، مثلا بعتيها الكاش صالون ويا راحت له وخذتها مثلا، ولا انا بايش ممكن دارت لها كما هذوك اللي يديروا الاستيتيك وكاع، مرها مثلا 16 سنه وراحت لها داك الصالون وخذتها مثلا في وجهها، صاي سي بون. هذه من ناحيه اجتماعيه، كاين من ناحيه دينيه ثاني مثلا انسان بريش، كاين بزاف صوالح وهي تقلدك، يزيد واحد اخر يقلدك، واحد يقلدك، انه المؤثرين ولا صناع المحتوى دايرين في بالهم باللي هم عايشين روحهم، كي تسقسي تقول لك انا درت، وانه ما قلتلهاش روحي ديري، صح هذه اول جمله يقولها، انا ما قلتلهاش روحي ديري، ما قلتلهاش روحي، مش ديتكش يدك وقلت لك روحي. ونحكيو على جانب اخر، نعم. اللي صناع المحتوى يخبيوه ويبينوا انه الحياه ورديه والحياه جميله جدا وما فيهاش مشاكل وما عندهمش كامل مشاكل في الحياة، وهذه الحاجة تأثر بزاف على الناس، تأثر يدخلوا في اكتئاب على والو، اللي بالك عندهم شوية مشاكل احنا نشوفوها بزاف صغيرة لكن هم يشوفوها بزاف كبيرة، لأنه المؤثرين اللي هم يتبعوا فيهم يشوفوا بلي ما عندهمش أي إنسان عنده مشاكل من في أي حاجة، سواء إلا كنت مثلا تعيش في الرخاء كما يشوفوك لي زابوني تاعك، ممكن من جانب في جانب من جوانب عندك مشكل فيه، هذاك ما يبينوش، والناس ماهيش راح تعرف، ماهيش ما على بالهاش واش كاين وراء الكواليس، على بها يكتئبوا. مثلا وحده تشوف طفله صغيره عمرها 16 سنه 18 سنه حتى تكون 20 سنه، تشوف مؤثره سافرت ولا عندها المكياج الفلاني، وهذيك الطفله ما تقدرش تشري حكمه اكتئاب، على ما حكم كاكتئاب بس كاديك شريت ولا ما شريتش، ممكن هذيك ممكن مؤثره هذيك راحت باطل، ممكن جدا تكون راحت باطل بصح هي ما تكونش عارفه باسكو هي ما يبينولهاش، ما تقدرش تقرا النيه تاعها. هذه نحكيو على الجانب الاخر، نحكيو على الجانب المليح وعلى التاثير المليح. مثلا كيما انتيا والمحتوى تاعك كيما قلتي، كاين عباد بزاف راهم يتعلموا اللغات من عندك، ومن عندك داو فكره انهم يتعلموا لغات ودخلوا يقراو لغات ويتعلموا لغات جديده، هما استفادوا منك، لكن سؤال هنا، انتي واش استفدتي من مواقع التواصل الاجتماعي؟ واش من اي ناحيه، بزنس ولا اجتماعية ولا من كل النواحي؟ نبدأو ناحية تعليمية، أنه صناعة المحتوى ولا الانستغرام تعلمت منه ملي كومنتار الناس تصحح لك الأخطاء، أكيد عندي أخطاء، ماما جامي صحوا لها غير أنا يصحوا لك الأخطاء، وسيفغي نتعلم منهم بزاف. نزيد نتشجع على أنني نقرأ، في عود نقرأ درس نقرأ درسين باش نوفق. ناحيه البزنس كبرت البزنس تاع ماريا كوليكشن، انا ماريا كوليكشن عندي من قبل المحتوى تاعي، ما حكيتيناش على ماريا كوليكشن. ماريا كوليكشن ماريا كوليكشن هي انا بصح من جهه الكلوز، انه بزاف بنات يواجهوا صعوبات في الخمارات في الحجابات، يجوا يسقسوني ايناس منين شريتي حاجه فلان، انا نكون مخيطتهم باسكو ما نلقاش انا واش نحب. الوغ درت كوليكسيون، درت باج سبيسيال خاصه بيا التصميمات تاعي، و ونخيطهم ونحطهم اللي عجبها الموديل تتفضل مرحبا يعني هذه شويه من شخصيتي، انه كي جوني ما نعرفش نوجههم، ما كاش حانوت كاين، انا نصم انا نخيط. فدخلتي هذا المجال من جانب البيزنس، وكيفاش كان الاقبال ولا كيفاش وين راكي واصله فيه؟ الحمد لله، انه انا اصلا كنت نخدم في حوان تاع اللبسه، وقش نعرف التعامل، نعرف البيزنس، نعرف كيفاش تقنع الزبون تاعك، بصح تقنعو
وانت متاكد ماشي تبيع له حاجه وانت ماكش متاكد منها. وانا هذه الحمد لله يا رب ما عندي حتى يعني مشكلة. نحكي ونعاودوا نرجعوا للموضوع تاعنا انه استفدتي من مواقع التواصل الاجتماعي من كلا الطرفين يعني من خلال المحتوى الهادف ولا من خلال البيزنس حتى الفرص يعني يعطوك يقترحوا عليك سؤال حتى ما كنتيش عارفتهم مثلا يعطوك جامعات يقول لك ايناس فوالا الجامعه راهي تستقبل الطلاب العرب ولا الجزائريين ويعطوك يعطوك كامل خطوات تبرك تطبقي. هذه ما كانتش عندي من قبل ما كنتش اصلا نعرفها سو ايه هذا ما كان يقترح عليك سؤال حجدت مثلا يقول لك ايناس اكتشفي لنا اللغه الفلانيه نروح نكتشفها. عمرك حاجه كي تقراي لغه مثلا تقراي الروسيه اصعب من اصعب اللغات كي تروحي تقراي لغه اخرى راح تجيك سهله انه تعلم لغات يفتح لك الذاكره تاعك تولي الذاكره تاعك نشطه بزاف تولي اي لغه اي كلمه تستقبليها وما تخافيش حتى النطق تولي تسهل لك تولي ما تخافيش باسكو كاين بزاف الناس يعرفوا انغلي يفهموا انغلي بصح كي يجيو ينطقوا يا يحشموا يا يخافوا ما يخرجوش الكلمات هذاك الخوف هو اللي يخليهم ما ينطقوش. صح ونعرف بزاف من هذا النوع اللي يعرفوا اللغه الانجليزيه لكن يحشموا انهم ينطقوها ويخافوا انهم ينطقوها غلطه فهذا المجال قدمي لهم نصيحه انا شحال من خطره نغلط بالعكس قلت لك تعلمت منهم باسكو اشاك فوا نغلط هما يصحوا لي وانا نهضر هكاك وماما تاني تصحح لي في لونغلي اللغات الاخرين سي ما نغلطش باسكو ما بحر ما نعرفلوش اما اللغه الانجليزيه نهضر برك حتى ونغلط معليش هذه الحاجه اللي خلاتهم يتعلموا من الخطا. في الاخير ماريا وشنو هي مواقع التواصل الاجتماعي في نظرك في كلمه او في جمله؟ مواقع التواصل الاجتماعي في نظري في كلمة برك في جملة في جملة مواقع التواصل الاجتماعي عالم آخر إيجابي بالنسبة لي أنا إيجابي إلا كنت تعرف كيفاش تسيره وفي نفس الوقت لأنه بطبيعة الحال هو سلاح ذو حدين يس وفرصة مواقع التواصل الاجتماعي فرصة حاجة حبيت برك ننبه لها بزاف الناس فاهمين مواقع التواصل الاجتماعي انهم يستفادوا اكثر ما يمدوا انا بغيت نقولهم يعني كيما تمد تقدر كيما تمد تدي ما تقدرش تستفاد مواقع التواصل الاجتماعي قانون الحياه الاخذ والعطاء فوالا يعني انا لو كان ما حطيتش المحتوى تاعي ما نلقاش هذيك الايجابيه فوالا. شكرا ماريا على حضورك وعلى كل هذا الجمال وهذا المعلومات اللي مديتيهم لنا بالتوفيق ليك عطينا كلمة أخيرة ولا شكر الوالدة تاعك لأن هي اللي طلعتك في الأخير ماما I love you so much وإن شاء الله بابا يبرا ويرجع بصحته ويوصل العلاج إن شاء الله يا رب ربي يشفيه ويشفي جميع المرضى. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا العدد دمتم في رعاية الله وحفظه خير الكلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.